ما هو مش انت مش عامل تعاقدات عشان العيال بتقلها دهبها الا اذا كان عندك فلوس. المقدوسي قعد وخلص. اخ احمد عادل وعبد الفتاح واحمد مرتضى جايبين لاعب سله ممتاز ولسه وبندعم. واي فريق اشتكى ناديه عايز تفسخ افسخ. كلامي واضح. انتوا خدتوا بعضيكم على كره اليد وعملتوا شكوى وكذبتوا فيها قلتوا بقالنا سنه ما قبضناش. احمد ما قبضكم من شهرين. حضرتك اكبر من نادي الزمالك؟ لا انت مش اكبر من نادي الزمالك. وانا من النوع اللي ما ايه ما تهزش. اصل ده كذا اصل هم دول يعملوا زي العمال اللي استحملوا النادي شهرين ثلاثه من غير مرتبات واشتغلوا خدموا النادي. انما انا عايز اروح السعوديه عرق اتفضل خد الفلوس. لا وديني الكويت اتفضل. طب اروح البحرين اتفضل. ف اي لعبه